يمشي في الابر بارتر في البوست ويكمل يخش الاوربيتال في اوربيتال فيشر اسمه نيرف اسمه انفرا اوربيتال نيرف نيرف هو في الفصه في الابر بارتر تنزل منه تروت تعرف منهم جاي بالشمال جاي بالغير سكينو بالاتاين جاي بالتاكيد مجدير نيرف تحط الفك بعض جنيز او البارتر بعض جنيز ثانيه فالمجدير نيرف بتعلق منه جاي من السسبندد فور مي جاي من التاكيد بالاتاين فصه مين سكينو بالاتاين جاي في كتب تكتب عليها تاريكو بالاتاين جاي من بس بتحط ممكن تبقى تلك بلاتاين او سينو بلاتاين بس دارش اي تقرأ الجنجل اسمها سينو بلاتاين جنجل موجودة في القصة الاسلامة تلك بلاتاين قصة suspended او hanging suspended او hanging في النرب اللي اسمه بلاد مجدر النرب تروس وبالتالي مجلس السؤال انا اي جنجل لازم اكتب عنها السايز سينو بلاتاين جنجل سمول بلاتاين بس انت جنجل بلاد مكانها في ايه الارتلك بلاتاين قصة في الدرس والتلك بلاتاين قصة suspended النرب اسمه النرب اللي موجودة بلاد ماكسيلري نيرف بتولز كده عرفت لها عنوان اسمه ديد ولا كده سايت تاني عنوان قلنا روت قلنا الجاكلون دي بيجي لها سنسري روت وسمباسات وسبارة سمباسات وبما ان اول سطر مكتوب از سبارة سمباسات الجاكلون اللي هي فيها ريليه ومين لما كده سبارة سمباسات اما بالنسبه للسنسور سمباسات الهيباسو لو تخليه وتستفيد مع البرانش في الحاله دي تبقى البرانش بدل ما تبقى بارا سمباسات بس تبقى ميكس برانش نفس القاعدة صح يا الماكسيلر نيرف متعلق منه الجنج هتطلع منه التروتس يروحوا للجنج التروتس دول هم السنس روت بتاع الجنج يبقى الجنج اللي هي السنس روت جاي لها من النيرف اسمه النيرف اللي جاي ده ماكسيلر التو سنس روت دول الدكتورة فاطمة هيخشوا الجنج ويعدوا وزاوية ليه وديستريبيوتد برينس عشان يروحوا للنيزو فارنس ويروحوا للبلس ويروحوا للنوز ويجيبوا منهم السنسيشن بتاعتهم اي واحد فينا قاعد انا بحس بالسنسيشن بتاع الهارد بلد بتاعي ده واحس بالسنسيشن بتاع السوفت بلد وحاجه جوه اسمها نيزل فارنكس احس بيها بالسنسيشن لو حصلت التعبات في النوز ممكن احس بالسنسيشن كل السنسيشن اللي يكون مسؤول عن استقبالها هذه البرانش اللي طلع من سبيلو غلطان جاي ده طلع اني نفر او كده ماكسيلر يبقى الماكسيلر نيرف الماكسيلر نيرف الناس صاحيه لتروس التروس والماكسيلر نيرف جوه تو ذا جانج نيم سينو غلطان جانج باسنج ويزاوت ريلي تو ديستريبيوت الجانج للسبارس بس The only structure we're going to relate to this ganglion is parasympathetic fiber. أما بالنسبة للسنسور السيمباثيك باسنج ثرو ذا جانجلون وداوت ريليف أنا أنت عايز تقول إن في ماكسيلر نيرف تروتس اللي نازلين منه دول باسنج ثرو ذا برانش ذا جانجلون تو ذا أوربت أو تو ذا نوت أو تو ذا تو ذا وكانت سنسيشن فروم ذيس أريا وبالتالي بنجي نقول مع بعض الجانجل ليها روت واحد منهم سنسور روت جاي من هنا نرفع ريد لما كده من الماكسيلري هترافيرس الجانجل بريلي ولا وداوت ريلي لما كده وداوت ريلي الموضوع منتهي لان الجانجل نوعها باراسيمباثيك اتفقنا مع بعض ليه يبقى عندي باراسيمباثيك الجانجل واديها سنسور روت لما كده اروح عشان يطلع ينتشر مع البرانشات ديب سنسيشن لا وبالتالي مكتوب في كتابنا للطلبه الصحيحين سينو باراسيمباثيك جانجل سمول في سمول كوال بلاتنت بالمطاف باراسيمباثيك جانجل ذا سلايد يبقى اول باراجراف كتبه او اول سطرين تقول السايد يبقى لازم الكتاب سايد ما ينفعش ما يبقاش عارف ان في سايد في الجانجلون وما ده مكانه قالوا روتس طبعا سسبندد بتروت سسبندد متعلقه بتروت النيرف اللي اسمه بلاد ماجزيلا بالنسبه للروتس بارت سمباثيك سمباثيك وسنسر السنسر روت تو جانجلونيك برانش which connected جانجلون to the maxillary nerve contains sensory fiber in maxilla and orbit where to traverse the jungle very low and without relay لما كده without relay وزي ما قلنا واحنا بنصلح السؤال بندور على كلمة relay without relay مش كنت ده الوحيد اللي مسموح له بري ايه عشان ازود العدد هو الفرس المسافة هي وظيفتها كده هي ختمت الفرس المسافة اما الاذر بيقص فيها without relay وبالتالي يبقى ده السنسور هيقص وبتاع كده without relay والسنسور دوت هيجي من نورد وبتاع كده فاهم ده من انا قبل ما نفتح النورد ان شاء الله يبقى جنجل اسمها ريد سينو بارتان جنجل عندنا بارت سيمباثيك فروت اسمه جريت سوبرفيشال بترول دانر اما السيمباثيك اسمه ديب بترول دانر احنا خدنا قبل كده جريت سوبرفيشال بترول دانر مع الفاروق جلين النهارده بنتكلم عن حاجه اسمها جريت سوبرفيشال بترول دانر جريت سوبرفيشال بترول دانر ده برانش من فيشال نيرف اللي هو السيلفس كلير نيرف اللي ذاك السنه الاولى ما حدش بص كتاب ذاك السنه الاولى سمع 1973 third cranial nerve, seventh cranial nerve, ninth cranial nerve, tenth cranial nerve. The seventh cranial nerve is the fish, it's part of the motor sense. وبعد الاوكيو موتور والجروس فرانجيال بين انا النهارده بتكلم عن الفيش اللي هو السيفنس كرينيال نيرف
بسبب في النيرف ده ميكس النيرف في بارنس البساطي فايبر في موتور فايبر في سنسوري فايبر. البارنس البساطي النيرف بتاعنا اللي هو بروفيشنال نيرف بيطلع منه برانش اسمه انتر سوبرفيشال بترونز انربس فلان جريتر سوبرفيشال. لو قرات الصفحه في كتابنا هتلاقي شرحين جريتر سوبرفيشال بترونز انربس في الديتيل. الناس اللي صح اللي هي جريتر سوبرفيشال بترونز انربس ده برانش بيطلع من فيش النيرف. الناس اللي نايمه هتسمع واللي صاحيين قاعدين بيسمعوا. جريدة سوبرفيشا بترونزا نيرف طبعا في سؤال جه في واحد من ابوه قال له بس كمان ده بترونزا نيرف خطوه قبل كده لسه سوبرفيشا بترونزا بتاع الكمبيوتر. طب بص النهارده هنسمع الاثنين. في سؤال هياخدش الذاكره بتاعتنا اسمه ديسكرايب ذا بترونزا نيرف. في الجانب الاورال في سؤال تعرف مين بترونزا نيرف سابني ويتش بترونزا نيرف تو نو اند اسك اباوت بترونزا نيرف. بالتالي بترونزا نيرف تخش تحت سؤاله الامتحانات بتاعتك. انت مش واضحه ان هو قائمه الحدود لكل جانب بروح صفر لان التوتال حصل سؤال اسمه ديسكرايب بترونزا نيرف. الناس اللي قلت ده الصح بس سامحنا اسكتها هنا. بعض دي كان اسمها بيتروس بارك تبقى بول بيتروس بول الكوسيل سيرف بتاعها كان في فتحه اسمها انترنال يوديتراميز كان اسمها بلاد انترنال يوديتراميز. البرين بتاعها يبقى ركز جوه الجمجمه حتى السرحان. البرين بتاعي ركز جوه الجمجمه البرين ركز كده تمام. البرين ده بيطلع منه النيرف اللي هو السابع اللي هو مين يا ولاد الفيش. الفيش اللي نيوكليس جوه البرين اسمها سوبيريور سيريبرال نيوكليس اسمها سوبير سيريبرال نيوكليس بتشارك في بناء. احنا قلنا من زمان بعض السرحان ده بتطلع ايه لو ديت المدله يبقى فوق المدله مين موجودها ده يا ولاد البونز. البونز ده بيبقى فيه نيوكليس اسمها سوبير سيريبرال نيوكليس وحاجه اسمها موتور نيوكليس وفي سنسور نيوكليس كده اسمها نيوكليس سوليتيري اسمها نرجع بيه. كل دول بيجتمعوا مع بعض عشان يعملوا نيرف. مين النيرف اللي عملوا ده سميته فيش. يبقى فيش النيرف لما هنذاكره بس في اخر المين هنعرف نقول ايه ثلاثه اجزاء في البرين منهم واحده اسمها سوبير سيريبرال نيوكليس. قلنا لما تمسك نيرف انت ما بقتش عارف تقولها لما تمسك نيرف في ايدك النيرف ده كونكشن من اكسون جاي من ديفرنت سورس يبقى النيرف ميكس. لو من نفس سورس واحد يبقى فيهم نيرف يا موتور يا سنسور ايا كان النيرف ده ميكس نيرف. فليه ممكن اسمها سوبير سيريبرال نيوكليس اسمها ولاد سوبير سيريبرال نيوكليس. سوبير سيريبرال نيوكليس دي في البونز في الجزء البرين. سوبير سيريبرال نيوكليس بتطلع منها الاكسون بتاعتها وتشارك في بينها انهي نيرف لما كده الفيش. لو انا خدت السكال بتاعتي وتصورت ان انا بركب الراجل ده كده كده النيرف هيطلع من البونز تمام عند البونز ربنا الانجل كده ويروح يخش الفتحه دي. الفتحه دي اسمها انترنال يوديتريمز. بتخلي برين كده لو عندك مخ بركبه كده النيرف هيطلع من البرين يخش له الفتحه اسمها الفتحه دي انترنال يوديتريمز اسمها ايه؟ انترنال يوديتريمز الفورم بيك بتاعها. الناس اللي قاعده صاحيه تعرف ان الجهاز ده كويس قوي اللي هيسرح ده مشكلته. لو دي سكال بتاعت واحد فينا ده لسه الوينج تمام وده بيتروس بارت تمبر بوند تمام بيتروس بارت دي ده انترنال ديتيرمينت سبورا ماج. النرف بتاعنا المضله وفوقها بونت وكده فيهم نيوكليس اسمها سبير سيرفي نيوكليس وهذا النيوكلياي بيطلع منها نرف. مين النرف اللي بيطلع منهم ده اسمه فيش. يروح يخش الفتحه دي مين الفتحه اللي يخشها دي اسمها انترنال ديتيرمينت. لما يخش انترنال ديتيرمينت يمشي في العظم قرب الميدل الانر جير ويروح لات بعد كده يوصل للميدل اير يرجع باكورد وبعد كده ينزل داون. ما نرجع بالكورس جوه البيتروس بول ان ده درجه حصته. انما النهارده بنقول النيرف هيمشي جوه اي عظمه بيتروس بول لغايه ما يطلع من فتحه اسمها ستايل مستوي فورم وبعد كده يكمل باروت بلاند. النيرف ده اسمه ايه ولاد؟ فيش. البار السمباثيك فايبر اللي ماشيه مع النيرف ماشيه معاك كده كده لغايه ما تطلع منها جزء. قالوا طب النيرف بيبقى ماشي جوه البيتروس بول رايح لاترال. شكرا. انا ولاد الفيشن نيرف بيمشي جوه البيتروس بون لما نلعب في اخر البيت. الفيشن نيرف بيخش البيتروس بون يروح فيها لات ويرجع باكورد وينزل داون. في الحته دي هو بالتاني في جنجل اسمها جيني كريك جنجل اسمها جيني كريك جنجل في نوع يعني روك الجنجل التاني اسمها جيني كريك جنجل سنسور جنجل. ما بنرجع بالموضوع فيها دلوقتي اتليست هي موجوده هنا. انت جيت من بره انت مش من سكان الممرضى بس في السنتر ده انما طلبت 5 جنيه اديتهالي كده بالظبط. يبقى انت اديت 5 جنيه لصاحبك دفعتها هنا انت اللي دفعتها. فاللي بيحصل ايه؟ ان البارا سمباثيك فايبر اللي جايه من السوبير سيريبرال نيوكليس بتشارك في بناء النيرف وماشيه مع النيرف. النيرف ظهر فيه جانجل هي مالهاش دعوه بيها بس في منطقه الجانجلون البارا سمباثيك فايبر دي يطلع منها برانش اسمه جرينتر سوبرفيشال بيتروز يمشي جوه البيتروس بون
لغايه ما لقى هيتس اسمها جريتر سوبرفيشال بتروزر هيتس يمرج من يمشي على البتروس بومف جروف اسمه جريتر سوبرفيشال بتروزر جروف يوصل لفورم اسمها فورم اللثه. عند الفورم اللثه بتاعتنا كان لحد فينا صاحي كان ليها انتير وول وبوستير وول، والانتير وول كانت بتبدا من عندها كمان اسمها تريكويد كانال. حطينا احنا في التريكويد كانال ده بص وسط الفصه يعني اسمها تريكو بلاتاين فصه لو حد فينا بيذاكر. ما بتذاكرش لازم تسال لان الامتحان بعد فتره الامتحان بقى كتير عليه قوي على فكره. انا مش بقول ما تذاكرش، احنا بقينا اسبوعين بنص في الدراسه يا يعني ما حدش يقلب يقول لك استنى ما فيش وقت اعرف طب ما انا هتذاكر امتى؟ لما يبقى في شهر 12 تقول لها تريكو كانال، لما يجي واحد يقول لي في شهر 12 وريني تريكو كانال صراحه ببقى قرفان. انا ماني بندل وريني تريكو كانال، فاجي واخد زبط الدكتور فيه اعمل له ايه؟ من حقه اللي ما يبقاش عارف. فبالتالي تريكو كانال اللي شفناه وعندنا فيها دبابيس مع بعض اغلب الدم ايا كان الظروف لازم اريدك تاني دم. ارجع اسال سؤال، الطلبه ما عندهاش ضمير او عندها ضمير. الفيشال نيرف ليه نيوكليس اسمها نيوكليس سوبير سالما نيوكليس حسب السرحان. الفيشال نيرف ليه اقرا نيوكليس الفيشال نيرف بيمشي بالفتحه اسمها انترنال ديوتامين يروح لاخر الجعبات الجامد اللي يعمله. مكان ما بيديني كده في جنج اسمها نيوكليس دي سنسور جنج ما نطلع بيها، انما في مكانها لما انت تيجي هنا في السنتر تطلع جنين تاعك ما تطلعوش تحت. يعني ده معناه ان الباراسيماتيك فايت ماشيه مع النار ولما تيجي في منطقه الجنجل يطلع منها بلين. هل ده برانش من الجنجل؟ لا 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 هو طلع في الحته دي. يعني انا مش هقدر اطلع 5 جنيه ده انت هتدفع تصور 5 جنيه. يبقى بالتالي الجريتر سوبرفيشال بتروز النار ده بارس المسات النار. بارس المسات النار بيبقى فيه فايبر اكسون جايه منين؟ من النيوكليس دي اللي هي تبع النار بيفش. دخلنا العظمه دي مين العظمه اللي دخلناها بيت دخلنا في الانترنال ديتيرميتس ويمشي هنا مع الفيشال نير. الفيشال نير راح لاترال هي جزء منه راح كده رجع وكده وهو بنرجع بالسنين هنا في جنب اسمها في المنطقه ديت النرف طلع منه برانش في المنطقه دي منطقه الجنتري جنب او مش من جنب البرانش اسمه ايه لما كده جريتر سوبرفيشال بترز الكلام ده جوه الارض النرف يمشي جوه الارض يبقى جريتر سوبرفيشال باسنج ثرو ذا بيتروس بوم يبقى مرتين سوبير سيرفا نيوكليس شيرف فيشر نرف الفيشر نرف دخل فتحه اسمها نورمال هيمد انترنال ديتيرميز باسنج لاف زي باكورد اند داون از التيرن باكورد هذا جانج منين؟ جينيكلين جانج از ذا ريجن اوف ذا جينيكلين جانج از ذا ريجن اوف جينيكلين جانج انسايد ذا بيتروس بون ات هاز ا برانش اسمه البرانش اللي قلنا ده جريتر سوبرفيشال اسمه ايه؟ جريتر سوبرفيشال جريتر سوبرفيشال بيتروس ذا نيرف باسنج انسايد ذا بيتروس بون انسايد جواه وبعد ما يمشي جوه البيتروس بون ايمرج من انتيور سيرفس من هيئتها باسمه اسمها جريتر سوبرفيشال بيتروس ذا كل الارض قدامي كان مصروف له معسكر اللي كان ملتزم كنا بنلف ونشوف البيت وتقول عليها فتحه صغيره قلنا دي فتحه اسمها جريتر وجنبها واحده صغيره لسه ما بتبقاش بعيد هي يبقى الفتحه دي سميتها جريتر سوبرفيشال بترول هي تاخد منها النار النار لما بيطلع يمشي على سطح البيت رسبون رايح على ناحيه الفورم اليمين الفورم اللي قدام اسمها فورم اللازم الفورم اللاسرام الفورم اللاسرام الفورم اللاسرام الفورم اللاسرام هاز انتير وول اند بوستير وول Anterior wall of the foramen lacerum has an opening in the canal named pterygoid canal, which connects the foramen lacerum to the fossa. It's called pterygopalatine fossa. It's called pterygopalatine fossa. If you look at this, I'm going to put this in the foramen. It's called foramen lacerum. Foramen lacerum. And the foramen in the fossa, when you look at this, it's called pterygopalatine fossa. But it's not clear, it's called pterygopalatine fossa. الكلام اللي ماشي في الارض موصله مين بمين لما كده موصله الفورامين الاسرم بالترجمالاتين فصيله ده معناه طلب الأرض صح جاء بحد سرحان الفيشال نيرف ما ياخدش فتحه اسمها الفتحه اللي دخلها انترنال ديتيرميت يبقى دخل فتحه موجوده اسمها انترنال ديتيرميت ده الفيشال نيرف ولما مشي في البيتروس بون جواها ادانا برانش اسمه جريتر سوبرفيشال بيتروس هيخرج من السطح الامامي انتير سيرفس اوف بيتروس بون ويمشي على سطح البيتروس بون يوصل لفورم اسمها فورمي بس وصول الفرج الاسرم اللي موجوده هنا ديت هي داخل جوه كانال توصل له فصه اسمها ثالث وبعدها فص اسمه هنا دوت جريتر سوبرفيشال بتروزن الاسرم دكتور عندنا في نرف اسمه ديب بتروزن نرف اللي بيبص في كتاب سرحان تسمعني بس الديب بتروزن نرف دوت برانش من سمسات الفرج الثاني كارت ارت اللي هيصح يموت ثاني كارت ارت بيخش يتكلم من فرج اسمها فرج اللازم حوالي سمباثيك فايبر السمباثيك فايبر دي عند الفرج اللثه بيطلع منها نيرف اسمه ديب بترودر نيرف اسمه ايه لما كده ديب بترودر نيرف يبقى ديب بترودر نيرف ديب بترودر نيرف ديب بترودر نيرف السمباثيك نيرف جنب بريكسس بريكسس اراوند انترنال كورت ارت الفورم اسمها فورم اللثه ارفع ايدي اقول بقى عند الفورم اللثه في جريتر سوبرفيشال بترودر نيرف ده بارا السمباثيك
في دي بتروزل ده سيمباثيتك. طب جاي منين؟ قالوا من السيمباثيتك بليست. اراوند مين؟ اراوند السيرفيك كورت ارت. ها هنا في الفورم لازم حصل ميتنج بين الاثنين اللي هما مين ومين؟ دي بتروزل وجريتا سوبرفيشال، والاثنين هيخشوا نفس الكلام اسمها تريجول كانال، فسموهم نيرف اوف تريجول كانال. النيرف اوف تريجول كانال كونسيست اوف تو نيرفز. مين التو نيرفز دول؟ دي بتروزل، محدش بص الكتاب. الاثنين اسمه اولاد دي بنيرف اوف تريجول كانال. خواجة اسمه فيديان، خواجة اسمه فيديان، سماهم فيديان نيرف. يبقى فيديان نيرف هو نيرف اوف تريجول كانال كونسيست اوف تو نيرفز. سمباسات الكبارة، سمباسات دول هيروحوا للفصة اللي اسمها تيرجو باراتان فصة عن طريق كنال اسمها تروزا تيرجو باراتان كنال. تريتشي جانجل نيم اسمينو باراتان جانجل وانتر جانجل ويتشي فورمينج الريليك واللي هيبقى العادي وزاوية الريليك الريجوليتر سوبرفيشال بترودل ده بره السيمباثيتك هيريليه وديستريبيوت. اما السيمباثيتك قال لنا دكتور هيبص وزاوية الريليك اللي من العادة هي بره السيمباثيتك جانجل مش هتقدم له خدمات زي السنسور بالظبط. ونسأل سؤال، يبقى الجانجل ليها ثلاثة روت اللي سرحان ما حدش بص كتاب. السرحان بيسمع الأول. الجانجل اسمها سفينو باراتان اسمها سفينو باراتان جانجل. مفيش تاريخ فيهم اربعة بارس بساطة الجانجل ريتا جريك مفهومش تاريخ. هبنا اوتك وادي واحدة في اتنين تانية بقى قلنا سفينو باراتان جانجل موجودة فصة اسمها تيرجو باراتان فصة كمان فرصة هانجت من نيرف سسبندت من نيرف اسمه نيرف بتاع ده ماكسيلر نيرف زي الفل. عايز لها روت قال لها سنسوري سمباثيتك بارا سمباثيتك. السنسور هم الروتس اللي جالها من المجدلر النور اللي هي متعلقه بيهم فيه. يبقى ده سنسور روت هتدخل الجانجل وتنتشر من الجانجل النوز البلد الفرق دي بينهم سنتين. هل بيحصل ليه ولا بتزود ريك؟ سأل الدكتور بتزود ريك ايه في الموضوع؟ قال طب عايزين بارا سمباثيتك. اسمه ايه بارا سمباثيتك؟ جريتر سوبرفيشال بتروزا النور. جريتر سوبرفيشال بتروزا النور ده جاي منين؟ قالوا من السوبيرو سالفا نيو تبع عين النور الفيش. طلعنا من البرين فيش النيرف في بارس بسات فايب وصل لفتحه اسمها انترنال انترميت مشي جوه البيتروس بون لاترال باكورد داون وزمان. هو بيتني في جانجل اسمها جينيكليك في منطقه الجينيكليك جانجل في منطقه ات ذا سايد اوف جينيكليك جانجل في الريجن اوف جيبز بريك اسمه جريتر سوبرفيشال بتروس اتبصن سيت بون لسه ما امرج وامرج من الانتير سيرفس اوف ذا بيت والراحة داريكت في جروف اللي راحت فورم اسمها فورم لاز قد فورم اللاز رام انتنى كورت ارت انتر فاسكال قد دي السايد تبنغ بريكس اتران انتنى كورت ارت تجيب انوتر برانش نيم دي بيتروز دي بيتروز النور وذا جريتر سوبرفيشا بيتروز النور جون اتش اد باسك ثرو كانيل نيم تلجو كانيل from the فورم اللاز رام to the تلجو باراتان فوس to reach the سينو باراتان جانج both of them enter the gang. وانا تزم ريليه واذر نوت ريليه. مين اللي هيرليه ومين نوت ريليه؟ جريتر سوبرفيشال بتروزا ريليه والاذر نوت ريليه. وهنا من غير ما اخبط جيب طبعا ما تذكرش خالص النيرف اسمه اولاد جريتر سوبرفيشال بتروزا والتاني اسمه اولاد ديب بتروزا وتبقى دي الجانجل بتاعت اسمها الجانجل دي سفينو باراتان جانجل اسمها اولاد سفينو باراتان. حاسس الرسمه كده اللي فهمها يبقى معايا اللي ما فهمش كتير معايا ما احنا قاعدين مع بعض. الناس اللي بتسمع الرويس اولاد طلبة الوطناء دكتور الشامين باشا قالوا كده بخ تسمعوا ليه الناس اللي بتسمع عبد الرحمن قصوا ليه حاجة. لو انا جبت قصة معاكم دي البيتروس بوند بصلها من جنب كده البيتروس بوند دي عظمة في الجمجمة بتبان من جوه وبتبان من بره هنا كده بيتر كان راجل ده واقف كده يبقى عظمة هنا اسمها بيتروس بوند. بيتروس بوند يا دكتور محمود عليها فتحة كانال اسمها كاروت الكانال لما بمشي هنا قدام توصل الفورم هنا اسمها فورمين بس يبقى كاروت الكنال هنا فورم فورورد الفورم بلس المفروض من تحت الديسك كارد. طيب ننزل الصح بقى الكلام ده للشطار الاول بتاع الدفعه الثاني الدفعه 10 ما في حد من 10 بقى يسمع هو بيني بص في الارض انا عارف كلنا هبص بس مره الراجل ده واقف زي كده يا ريت تفهمه عينيه هنا قدامي انا واقف كده قالوا هنا عيني دي العضله اسمها بيتروس بوند والفورم دي اسمها فورم هنا ولاد بلس هنا من قدام في عظمه اسمها ماكزيلا وراها فيشر اسمه ريد تيرجو ماكزيلا فيش والفصه دي اسمها تيرجو بالاتاي. مين الكنال اللي ماشيه في العظمه دي اسمها تيرجو الكنال بتوصل مين بمين تيرجو الكنال دي فورم الاسترام بالفصه دي اللي اسمها تيرجو بالاتاي. فاستشهد الانسان كده على فكره لو انا اقف كده هتبقى ليا بيتروس بون يمين وشمال عاملين كده قدامهم فورم اسمها فورم بس طبعا منها الكنال اسمها تيرجو الكنال تودي الفصه اسمها تيرجو بالاتاي الفصه. اسمع بقى عندي انا ارت اسمه كومن كارت ارت كلام ده مش شطار بجد
كوما كارت ارتري، ولما دون في الوقت كنت شرحت كده كنت قلبت كوما كارت ارتري كوما كارت ارتري كوما كارت ارتري ده طالب في الارتري بقسمه اكسترنال وانترنال. الاكسترنال انترنال كارت ارتري يخش الاسكان من الفتحه دي اللي اسمها كارت الكنال ويمشي فورورد لغايه الفورامين اللي اسمها فورامين لازم، والتاني يطلع ابورد يروح البرين وقصته كامله. في النك عندي جنج اللي اسمها سوبيريور سيرفايكال سمسات الجنج، تطلع منها بص جنجلونيك فايبر تعمل بليكسس حوالين ده وبليكسس حوالين ده. البليكسس اللي حوالين الانترنال كاروت الاساسها سوبيريور سيرفايكال سمسات الجنج، ودي هناخدها في النك. البليكسس اللي حوالين الارض ده ماشي حوالين كده. البليكسس اللي اراوند ذيس ارتري سمسات بليكس ات ذا فورم اللي اسرق الجيفز برانش اسمه ايه برانش دوت؟ ديب بترول ده سمسات اوريدي جاي من الجنج اللي يعني الجنج اللي بعد كده سوبيريور سيرفايكال سمسات الجنج. العظمه دي بطل فيتروس بار من السطح الامامي خرج نيرف، مين النيرف اللي خرج منها ده اسمه جريتر سوبرفيشال بتروزا. اللي هو جاي منين الجريتر سوبرفيشال؟ قالوا من عندك فيشال نيرف اساسا من نيوكليس اسمها سوبيريور سيريفاري نيوكليس. قالوا بيمشي على فيتروس بوم فورو لغايه ما يوصل للفورمن دي. مين فورمن وصل لها دي؟ فورمن بس الفورمن لازم يحصل ميتنج بين الاثنين اللي هم مين ومين ولا كده. قالوا جريتر سوبرفيشال بتروزا ودي بتروزا بص قدام جون اتش اذر وبص روز كانال، يبقى النيرف اللي جاي من فوق ده اسمه جريتر سوبرفيشال بترول هيوصل للفورم الاسفل ويكمل فيها الفورتريجول كانال، وهنا معاه الديب بترول يمشي مع بعض. اسال بقى سؤال، مين النور اللي بيعدي في الفصه ديت في الابر بارت اسمه ماكزيلري ومتعلقه منه جنج اسمها سينو بالاتان جنج؟ الاثنين دول يوصلوا من ورا لقدام في الجنجل دي، ده السمباثيك وده بارا سمباثيك وده مين لما كده السنسوري، ودول جايين عن طريق كنال. مين الكنال دي اسمها؟ سيريجوي الكنال. انا لازم اسال مين الجنج اللي كان معايا دي سميتها؟ سينو بالاتان جنج. كده جبت لها كام روت بعد كده؟ ثلاث. ايه الثلاثه روت اللي حطيتها؟ بارس المسادك وسمسادك وسنسوري جاي منين؟ والبارس المسادك منين؟ البارس المسادك الدكتور اسمه جريتر سوبرفيتش اسمه يا دكتور جريت اسمه يا دكتور اسمه ايه؟ بس بساتك اسمه ايه؟ هيا ايوه كده نايمه طب تعبانه الف سنه ليه؟ انا اولاد انا خبطت عشان الصحه طلب يا اولاد يا صابر تعالى شغل التكييف ولا تشوف ولا رش ميه. انا هنا ده بتاع النيرف اسمه ايه؟ جريتر سوبرفيشال بترول. ده اسمه ايه؟ جريتر سوبرفيشال بترول. هيمرج من انتيريور سيرفيس بتاع عظمه اسمها فيتروس بول ويمشي في جروب اسمه جريتر سوبرفيشال بترول جروب بيتش فورم اسمها فورم اللازم فورم البيت نيرف اسمه دي بيتروزا بوث اوف ديم انتر كانال اسمها تيريجوي الكانال. بعمل نيرف اسمه نيرف اوف تيريجوي الكانال اللي بسميه بيديان نيرف ويتش فصه اسمها فصه وصلها التاريخ وبلاتان فصه بخش الجنج اللي اسمها سينو بلاتان اسمها الجنج دي سينو. اسال اسئله بدائيه جدا، مين الارض ده؟ دلنا كارت ارض وكمان كارت مين الفورم دي؟ مين الكنال دي؟ تريجون كنال. مين الفصه دي؟ تريجون بالاتان فصه. مين النرف ده؟ ماجدري. مين الجنج الموجود دي؟ اسمها سينو بالاتان جنج. مين النرف اللي بيكمل ده؟ ايه؟ جريتر سوبرفيشال ودي بليسا سوبرفيشال ودي بتروزر جريتر سوبرفيشال بتروزر دي بتروزر. كنا قبل كده خدنا نرف اسمه ليسا سوبرفيشال كده الجنج اللي عرفت لها روز. الناس اللي ذاكروا في كتابنا ميدو سمير عندهم الاسم. هلا ولاد الاسئله اللي جايه لو جينا قلنا مع بعض جريت السوبرفيشال بتروزا تكوتينج بري جانجلوني فايت. البراجرام ده كبير جدا على سؤال اسمه السكرايب سينو بالاتان جانج. السؤال مش بتاعها انا ما بقولكش السكرايب جريت السوبرفيشال بتروزا، انا بقول لك السكرايب جانج اسمها سينو بالاتان. فكان يكفيني ان جريت السوبرفيشال بتروزا نيرف اللي مكتوب في الصفحه اللي قبلها بارا سمباثيك جريت السوبرفيشال بتروزا نيرف ده عباره عن ايه يا ولاد؟ ده بارا سمباثيك برانش من فيشال نيرف من سبيل الجانجل مش كامل لا وده بيرينيت الجانجل مش كامل لا. الديب بترول اللي هو من ايه بقى ما كتبوش انا واحد من بليكس الارض ده هارت انا عايز باراجراف كده بمعنى الديب بترول نيرف ارترايزز من سمباثيك بليكس ارض بتاع الكورت ارت كويس قوي It joins the greater superficial petrol to form the median nerve. مين هو الديبيان نيرف؟ نيرف اوف تريجوي كانيل. يبقى النيرف اللي هو معمول طبعا تو جون يعني ايه؟ يعني الالمين دول انا احمر وانت اخضر ويبقى في شيء واحد بس انا اقدر اقول احمر مش كده؟ انا سمسات كنت بره سمسات مش تو جون بقى الاثنين حاجه واحده ما تخلطناش يعني. انا نزل صح يا تو جوين تو فورم ذا بيديان نيرف. عند السؤال بس السؤال ده تريجوي كانيل تريتش جانج اسمها سفينو بالاتان جانج اسمها ايه؟ سفينو بالاتان جانج.
الترافيرس الجانجل وزاوت ريلي. طب مين اللي هيعدي في الجانجل بريلي؟ عارف ليه تنصبها فيه؟ يبقى انا عايز اقول ان الباراجراف ده المكتوب ممكن يتحرك تاني لو جبت سيل مرتين جانجل. سيل مرتين جانجل مكانك كذا كذا تصبح كذا صح. هاتي روت. سيل روت ماجزيري المكتوب كامب وزاوت ريلي. جيزا سوبرفيشا بيتروزل ده فرنش من انفكشن نار ده بيرليت الجانجل. مش كامل الخاص النيوكلس وكيري سيرك. طيب. طب السيمباثيتك دي بتروز اكتب بقى الباراجراف اللي باقي هنا دي بترودر بتعمل جريتا سوبرفيشال بترودر البصري عشان لازم ابقى فاهم الكلام اللي هو خلط الامور شويه وهو بيشرح فكان المفروض يوضح لنا السنه اللي يكتبه في مصطلح التحليل. سي بقى سؤال ريتن اسمه ديسكرايب بترودر نفس يبقى بكتب جريتا سوبرفيشال بترودر هو طبعا في الجزء الثاني هيبقى مشروحها في الشنر هنا كتبه بدري جريتا سوبرفيشال بترودر اشرحه ودي بترودر اشرحه ولسه سوبرفيشال بترودر الاول التمباني بلانش تمباني بلانش جروس فرينجل بلانش اسمه تمباني تمباني بريكسلس لسه سوبرفيشال بترودر فورم اوفيل ريليف اوت الجانجل اوت الجانجل يبقى بكتب يبقى انا عندي سؤال اسمه ديسكرايب بترودر نيرفز مش كم ترى هاو مي بترودر نيرفز وي نو 3 بترودر نيرف دي بترودر اسمها النهارده ده سيمباثيتك جريتر سوبرفيشال بترودر ده بار سيمباثيتك ولسه سوبرفيشال بترودر بار سيمباثيتك لسه تبع تسعة كيلو نيرف اما جريتر تبع سيفن كيلو نيرف فين هذا الكلام وبالتالي بقى عندي كام بترودر نيرف عايزين نجنجل بقى في البرانش ايه برانشات الجنجل الجنجل ليها اوربيتال برانش رينجر برانش نيزل برانش وبلاتاين برانش اللي هو بقى عليه دلوقتي الشطار بس الجريتا سوبرفيشال بترول ده مش بيور بارس بس في سام سنس فايت اللي تست ستيشن من بعد على البلاتين سواء كان الدكتور مالي ماشي اخبارك ايه؟ مش عجباني بس لازم اشوف ماشي انا النهارده يوم بايظ خالص انا بكره فاضي كتير وبعد بكره فاضي خالص السلام عليكم الو بليه الو بليه يعني هقول للشطار بس معرفش مين فيكم شاطر او بس الورقه اللي فيه هنا ده في ناس بتحكم يا اما كان بياخد في كربون وسمره الحرب يا اما بدا يحكم في السنتان بس في ورق مكتوب لو كل المذاكره كده تطلع اول جفر يعني لازم تاخد اول جفر اف 50 ب 50 300 او 100% ده هاي هوب الناس اللي كاتبه كويس واللي انا همتدحهم الحصه الجايه استمر كده لان ده معناه هو يعني هو اون ذا لاين يعني خلاص هو خلاص ظبط روحه بقى وماشي على الترين الصح يعني واللي بره الخط يخش انا مش عارف اخش هنا ناخد اسبوع ونص جاهز مفيش يأس مفيش ديبريشن يعني بعد كده خد شهرين ونص يعني اللي فايته حاجه هيلم روح المهم والله وعدينا نص المنهج والله انك تسلم من الهيد 1000 مره يعني انت تشوفوا الهيد ديت ما بتلحقش يعني وانت قاعد في البيت عملت تكتب الكلام كل حاجه اللي هي ترتيبتها السيرود دول كلهم حواليها في الفترات اللي وصلنا دي صفحه دي كان كده يعني في تاليف كده عشان روحك كنت قاعد تقلب في المذاكر يعني وده صح للاسف يعني ازيك يا امير هاو ار يو اخبارك ايه اخبارك سنه ثالثه ايه ازيك يا وداع هذه كانت شاطره بقى مش بقول 20 حوالي بقى قريب جدا هذه ال 10 حوالي بابا يا امير يلا انا منين يلا قبل ما نشوف حد بعد كده منين بعدين يلا ان شاء الله في ثالث فريق على خلف الليل بعد كده منين ايه قول الجنجل كده جالك كمبيوتر منين ثلاثه واحد ايه واحد ايه واحد ايه واحد سميه سنسوري وسمباتاتيك وبعد حاجه بريمه القاعدة اللي انا بقول عليها دايما لازم تمصت ستادي سيرف بارت ماجزيري ارتري وتسيل مرتين جنجل الاثنين السيرفتين بخلص دي ببص على ده ببص على ده على ده لغايه ما خلصت الفرق برانشيت سيرف بارت ماجزيري ارتري فيها شبه كبير جدا مع برانشيت السيرف مرتين جنجل وطبعا الطلبه بتيجي خاصه الاثنين ذاكر ده لوحده ذاكر ده لوحده ذاكر ده لوحده ذاكر ده لوحده وهم ما عملهم في السيم سيتنج يبقى لازم لما اخلص برانش تو سينو بلاتان جانجلون اريفايد برانش اوف ثيرد بارت ماجدير ارتو سايد اوف فايف الاثنين على بعض مره كده مره كده لغايه ما انت في الاخر تبقى عرفان كل دول حاجه ودول حاجه ازاي كان كل ان شاء الله انما احنا بنقرا في الامتحان الاثنين على بعض صراحه مش كده طلب كتب الاثنين وسيبنا احنا نقرا فبالتالي واضح جدا ان انا وانا بذاكر لازم اراجع برانشات ثيرد بارت اوف ماجدير الارض واقرا دي مره واقرا دي مره واحطهم قدام بعض يبقى كده قدام كده يبقى انا عرفت مين زي بعض مين مختلف مع بعض خلصنا من خلال توصل مين قفلنا على الموضوع. ارجع اسال سؤال الجنجل دي برانشات اولاد قالوا نمره واحد ليها اوربيتال برانش الاوربيتال برانش دي تروح الاوربيت عن طريق انفير اوربيتال فيش ده الاوربيت
وتخش في الاوربت فيشر بسنسر بلانك. السنسر بلانك دي راح مين الاوربت صبر حاجه اسمها اوربيتال بري اوست. واتس ذا اوربيتال بري اوست؟ ات از فانل شيبت فاشيا. فانل شيبت لو لفيت دي كده يبقى دي فانل شيبت اور بلس فاشيا كده باللغه العربيه كون شيب الفاشيا عامله كده. كون شيب فاشيا دي موجوده جوه الاوربت. الفاشيا بتاعتي دي موجوده هنا كده جوه الاوربت. بالسراوند كل حاجه جوه الاوربت الاي بول والمسل والنيرفز والبيست. يبقى all the structure inside the orbit are surrounded by fascia اسمها orbital fascia. يبقى ما عادش كده بنقول كده orbital bryost. يبقى ما عادش في الامتحان قول ايه orbital bryost بتقول عليه دوت. مش تفضل it is covered in fascia شكله funny in shape surrounded all the content of the orbit. الاي بول هنا والمسل هير والنيرفز هير والارتر والبيست هير. all the content of the orbit are surrounded covered by fascia اسمه orbital bryost. يبقى في sensor branches أصل سودا إن في أوربيت فيشر سبلاي أوربيت بري أوستين أوربيت مين وليه بري. يبقى أول حاجة أوربيت برين أصل سود فيشر اسمه الفيشر بان إن في أوربيت فيشر سبلاي مين وليه أوربيت. الناس اللي قاعدة صحية الكلام ده في كانال كانت بتفتح من ورا كده اسمها بلاتو فاجينا الكانال في فارينجل برين هترجع ورا في بلاتو فاجينا الكانال سبلاي منطقة اسمها نيزو فارينج. قلنا اللي ورا النوز اسمه نيزو فارينج والنوبة اللي فاتت قلنا ماكسيلير أرتري بيبعت فارينجل برين بارت اوف ذا جوي كانال وحيد لمنطقه اسمها نيزو فارينج. اللي قاعدين صاحيين في تيوب اسمها اوديتور تيوب ستيكال تيوب بتوصل الاير بالنيزو فارينج تفتح حالات اقول بتاع نيزو فارينج. قلنا الفارينجل برينج اللي رايح ورا هتصبرين الميكوزا اوف نيزو فارينج والميكوزا بتاع التيوب اللي بتفتح في نيزو فارينج اللي اسمها ستيكال تيوب. يبقى فارينجل برينج باسنج باك انا وكلت هترجع باك في كانال اسمها بلاتو فاجينا. اللي ذاك كان في حته اسمها فومر جنب الفومر كان في فتحات اسمها فومر فاجينا ولا تلاقى فيه بلاتو فاجينا. البلاتو فاجينا الكلام بتبدا من هنا للفصه دي. يبقى الفصه فيها الجنج ترجع منها برينج اسمها فرينجر برينج تروح دي الفرينجر برينج لمنطقه اسمها نيزو فينكس. منطقه اسمها نيزو فينكس سبلاي ميكوزا نيزو فينكس والسبلاي كمان من البلاتو بعد كده نهايات التيوب اللي اسمها السكيان تيوب اللي جايه من الجير عشان تفتح في مين بلاتو نيزو فينكس. هنا استاذ بقى سؤال للطلبه المعلمين فتره بالذات وايه اسمها الفرنجل برينج ده راجع ورا كده قال الدكتور تقوى تقوى من قدام الباراسمباثيتك جاي عمل ريلي وانت بص الجانجلونيك راح كده والسمباثيتك عدى وزاوت ريلي وانت الفايبر جاي كده في النرف ده وكمان السنسور كده. يعني النرف اللي اسمه فرنجل برينج راجع ده ميكس في 3 تايب اوف فايب بس 3 تايب اوف فايب انا سنسور كان جاي طلع من الجاي ميكس في سنسوري عشان الميكوزا بتاعت الانسفالت تحس بيها التهاب فين لو حد عنده التهاب في حد من جوه ما بيحس بوجع وقلم يبقى في سنسور سبلاي قلبه. قالوا السمباثيتك ان في بلاد فيسل عايز يبص كونستركشن يبقى انت على السمباثيتك. قالوا البارا سمباثيتك ان مش في ميوكس جلاندز عماله ليه النهارده طلع سكيشن في الاوتو موتور يبقى لما تقول البرينج اللي رجع لورا ده اسمه فرينج برينج كده انت عليك شويه. ايه معنى شويه؟ بقيت فاهم ليه النرف لازم يبقى ميكس مش كام ده. يبقى انا ببعت نرف ميكس اسمه فرينج برينج بقول فرينج برينج وانا كين جوايا عارف جوايا ان ذيس فرينج برينج از ميكس نرف سمباثيتك بارا سمباثيتك وسنس سنسور ميوكوزا بارا سمباثيتك للجلاند وسمباثيتك للبلاد فيسل. تبقى انت بدات تفهم مش كام ده الجانجل معلقينها وديك بتحفظ الصم والفومت على وش مش كام ده. يبقى بتلاقي مين الجانجل دي سميتها سينو باراتاين اسمها ليه؟ سينو باراتاين سينو باراتاين البرنش اللي رجع ده سميته فرنج اسمه تيبيا البرنج اسمه فرنج البرنج اسمه اقرا فرنج البرنج اسمه ايه؟ فرنج البرنج كل التجارة الجانجل اسمها ايه؟ سينو باراتاين جانجل موجودة في قصة اسمها ايه؟ تاني جو باراتاين في قصة متعلقة من نفس اسمه ايه؟ ماكسيلر نيرف الروتس بتاعتها روتس سمباثاتك روت وبارا سمباثاتك السنسور جانا مين؟ ماكسيلر نيرف السمباثات الجاية اسمه ايه؟ الديب بيترو من بريسة ترانس هارتر اسمه الديب بيترو هارتر والبارا السمباثات الجاية منين؟ جريتر سوبرفيشال بيترو وجريتر سوبرفيشال بيترو ده اساسها من ايه؟ من الفيشال من النيوكليس بتاعته اللي اسمها سوبيريور سيريمانيوم. مين هيبقى ليه في الجاي؟ جريتر سوبرفيشال بيترو والاذر هاي باس وداوت ريليف انت بتجنجلو ميكس برانش سمباثاتك وسنسوري وبارا سمباثاتك. قالوا الفرنجل برانش ده ميكس برانش مش الكلام اسمه بلاتو فاجينا كان اسمها ايه؟ بلاتو فاجينا اسمها ايه؟ بلاتو فاجينا كان ايه؟ ورجع باك استقلال من الجزء بتاع منطقه ورا النوز اللي اسمها نيزو فانز. لما حد فينا يبقى صح هنا في نوز اللي ورا النوز ده اسمه نيزو فانز. لا في نوز
الولد ده اسمه نيوزوفير. لو حطيت القلم في الفتحه دي يبقى طبعا هي بلاستيك ما فيهاش فتحات، مكان كلام مكان كلام دي بلاته فاجين، بلاته فاجين اوربر بومر كده، لو دخلت منها تلقي الفصه دي اللي اسمها تلقوا بلاته، تلقوا بلاته الفصه دي فتح عليها من ورا كلام اسمها بلاته فاجين. البرين يمشي فيها ويرجع لورا صبلاي منطقه بتاعت الناس نيوزوفير سبي صبلاي في نيوزوفير. أنا البرينجر برين بيدي مين البرين سينس الميوكوزا بتاعت ويدي مين كمان البرين كده. أنا السيمباسات البلابس وبعض السيمباسات الجنية بجال البرين تاني. طبعا عندها ضمير وأغلبنا ما عندوش اسم على الجنية. عندنا أولاد في فتحة اسمها جريتا بلاتين فورم وراها على الهارد بلد لسه بلاتين فورم، وكان فينا بيتعلق سوفت بلد وتحت طنس اللي هي السلاح ما فين هذا يقولوا يبقى أولاد الجانجون دي ينزل منها نيرف اسمه جريتا بلاتاين نيرف. الجريتا بلاتاين نيرف يمشي في العظم في جريتا بلاتاين كانال يخرج من فورم اسمها جريتا بلاتاين فورم يمشي فورورد على هارد بلد الميكوزا لغايه انزلاق الفص وما يتلحقش. كان في ارتر اسمه جريتا ينزل من فوق لتحت من السيرد بارت والماكزيلر يوصل للفورم ويمشي على هارد بلد ويخش انزلاق الفص ويش يبقى جريتا بلاتاين نيرف استعمل. اما جريتا بلاتان ارتري اسند في السنس فصه وراح ينزل سيركل يبقى في فرق ان هيقرا الاثنين مع بعض مش هيبقى عايز ينام في الدرس هيلاقي عنده قدره ان هو يبص تاني يقول لا ده جريتا بلاتان ارتري عمل حاجه جريتا بلاتان نيرف عمل حاجه تاني. جريتا بلاتان ارتري كان بيز هارد بلد السنس فصه وكان بتطلع منه برانش اسمها لسه بلاتان ارتري اللي بتبقى سوفت بلد لو ذاكرت جيت بلاتين نيرف ما بنشوف ولا حاجه منه يبقى الحل ايه؟ ان اديني دور في رايه واحده مش كامله جيت بلاتين ارتري واجي خبط ورايا جيت بلاتين نيرف انت عملت ايه وانت عملت ايه وابدا احفظ نفس الارتري طويل شويه نيرف قصير شويه الارتري اكثر بريش نيرف اقل ايوه كده من غير ما نعرف بس كامله ما هو ده الطب حلو ليه؟ جيت بلاتين نيرف هينزل من فوق لتحت النوز اللي اقول ده ما حدش يسالني فيه على جنب ده اسمه نيزل سيبتم. النيزل سيبتم ده سيبريت النوز من التو سايدز اتش سايد هذا لاتا وول والنزل سيبتا في جميع الروف اوف يبقى كل سايد النوز هذا لاتا وول بس النزل سيبتا في ذا كومن ميديال وول دي ودي. طيب ده كلام كويس جدا 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 انت بتقول الكلام ده ليه؟ الجريتا بلاتان ارث بيبقى نازل في العظم في كلام قريب من اللاتا وول ذا نوز الصدري ان جزء من اللاتا وول ذا نوز بوستر انتيريو بار هعمل على ايدي كده اقول ايدي دي لاتا وول ذا نوز ولا نزل سيبتا كده ترورت هنا ده اللي ترورت بنوت هسيبه زي الصليب كده الله لو بنيت فم الدنيا تقسم الكام ربع كده الربع ده التالتة ليه؟ بوسترو انفير ليه سمى بوسترو انفير لما كده؟ تحت ورا يبقى بيقولوا جبت غلطين ماشي جنب النوز من بره قريب من اللاتا وول يطلع منه برانش استقرار من فوق تجي السبوت باس ثرو ذا بوك تريش سبرين الجزء بتاع النوز اني جزء من النوز بوستر انفير بارت بتاع لاتا وول اني جزء من الاولاد بوستر انفير بارت بتاع الوول لاتا وول ده نيرف ده اسمه جريتا بارتان تعالى بس لا صح جريتا بارتان نيرف نيرف راح الهارد بلد هارد بلد فيه ميوكاس ميكين ميوكاس دلين يبقى بارت سيمباسات شغال في بلاد بيسز يبقى بيديها سيمباسات عارف طب كمان يا دكتور ده انا بحس بيه لساني لمسه حاسه حس يبقى سنس ده تبع مين؟ المجزله يبقى لما بيسال سؤال يبقى جريتا بلاتان نيرف ده نازل الهارد بلد كم وظيفه كده؟ ثلاث ثري فانكشن لانه جاي من جنجل فيها ثلاثه تايب اوف فايبر سمبثات وبارا سمبثات وسنس سنس تبع عين النور مجزله والبارا سمبثات منين؟ جريتا سوبرفيشال بتروزر وفيش اما السمبثات منين؟ دي بتروزر اراوند اني ار 3 تانا جرب ما بتسال سؤال من غير ما اخبط الغرب ده اسمه جريتا بلاتاين اسمه ليه؟ جريتا بلاتاين جريتا بلاتاين فرق على جريتا بلاتاين نيرف حاجات في الارض الارض كان بيطلع نود والارض كان بيطلع منه بريتش اسمها لسه بلاتاين حتى بيقول لك في لسه بلاتاين نيرف اه بس دايركت من الجنج بمعنى الجنج اللي ينزل منها بريتش اسمها لسه بلاتاين نيرف حضرتهم اثنين يمشي في الكنال اللي اسمها جريتا بلاتاين كنال ويمشي في سايد كنال صغيره يوصلوا بيها لسه بلاتاين فرامينا الصبراي سوفت بلد والتونسيل اسمها البرانش دي اوتوبليت لسه بلاتاين يبقى ايه الفرق بقى في الارتج انا قلت الكلام ده وبيطلع تضرب بس في الحته الاخرى ازاي الماكسيلري ارتري كان ماكسيلري ارتري يخش سيرك بلاتاين فص يدينا جريتا بلاتاين ارت وجريتا بلاتاين ارت يطلع منه لسه بلاتاين ارت ويكمل على الهارد بلد ويطلع انساس فص قرنوه بالنرف جريتا بلاتاين نوت ده ميدل وراح للهارد بلد وقف على كده
ما تدخلش سفرتنا مش تمت لا ولا طلع الموت سير هذا الكلام مين اللي حل الشكل ده رجل كنا تسمى ستر مش تمت لا واللي سموا متابعينها جوه الاثنين زي بعض وترى الورقة ما تعرفش ولا بيتكلم على ارض ولا بيتكلم على نيرف لان عمره ما حطهم مع بعض يبقى بالتالي وانا بذاكر جيت ابارتان ارتري لازم اذاكر معاه نيرف اسمه بريش جيت ابارتان نيرف جيت ابارتان لسه ابارتان لا دي سيبر فريش جاي من جنج الاسماس فينو بارتان مباشرة مش طالعين من جيت ابارتان نيرف وهينزلوا لانها في الكريات ويسبوها وصايد سنة وغيرة يطلعوا من الفرامن اللي اسمها لسه بارتان فرامن لان حد فينا ذكر هارد بلد وقرص كان كان هارد بلد عامل كده كان هارد بلد عامل كده وليه كان في فصة قدام اسمها سايز وكان في فرامن اللي اسمها جريتا كان في كريست كان في فرامن اللي كده اسمها لسه بارتان فرامن بتاعي كان ده كنا زامين ده كان بتنير عايز اسماء برانشات الجانج اللي بدل في اسماء برانشات الجانج اوربيتال برانش راح في اوربيتال عن طريق حاجه اسمها انفير اوربيتال برانش حاله الدكتوره فاطمه انت بس في ناس بتقول اوربيتال برانش دي بيور سنسور برانش سبلايت اوربيتال برانش ما فيهاش سنسور ولا بارس يعني ريفلكتنج شافر كان ده مستحيل انما ريفلكتنج شافر قال لي اوربيتال برانش دي روح ايه لان انا بسبلاي اوربيتال برانش اوربيتال برانش ده مفهوم جلاند من اوربيتال برانش بتاع دوت مفيش بلاد فيسل هو السم كله بيتغذى فبالتالي مش محتاج ابعت له غير سنسور سبلاي وبالتالي في ناس بتقول اوربيتال برانش دي سنسور برانش اما الاذر برانش ار اي ميكس لما خبطتش كده على سالتكم سؤال كام برانش من الجانجلو كده اوربيتال برانش للاوربيت عن طريق فيشر اسمه انفيرور اوربيتال فيشر سبلاي اوربيتال بريوسر اوربيتال برانش للاوربيت سو في اوربيتال فيشر سبلاي اوربيتال بريوسر وين فرينجز ريل سبلاي فيرنس عن طريق كانال اسمها بلاتو فاجاينا الكانال فلو تبقى شايف الكنال بتوصل الفصة ورا كده بالنيزو فينكس الفرنش يرجع ورا سبلاي نيزو فينكس اسمه فرنجر برينج قالوا في جريتا فلاتان كنال توصل جريتا فلاتان فورا كانش فيها جريتا فلاتان نور يروح للهارد بلد ولسه فلاتان نور بتنزل بعد كده تسيبت سايد كنال اللي لسه فلاتان فرامينا وتروح سبلاي سوفت بلد واللي هو زي تحتها اسمها فلاتان كده الكلام اللي هنا نيزو برينج الكلام ده الاسكيل بس والانبياء بيسمعوه عندنا ولاد الراجل واقف كده هنا في فصه اسمها تيركو بلاتان فص وتيركو بلاتان فص من نص كيلو ما شاء الله يبقى في تيركو بلاتان فص هنا تيركو بلاتان فص هنا والنص في النص يعني الفصه دي والفصه دي واقفين كده فين النور تمام في فرم بتوصل الفصه بالنص قلنا عليها النور بس فينو بلاتان فرم بعدين اشوفها بعدين لا فينو بلاتان فرم دي فتحه بين الفصه على النص على طول طب لو في نرف دلع من الجانجلو اسمها نيزا برينج هتخش من الفتحه دي اسمها سفينو بلاتان فورم تخش النوت اللي تصفلاي لا تقول تبقى اقصر ولا ميدا نقول انها اقصر لا تقول تبقى اسمها لا تبقى نيزا برينج او شورت سفينو بلاتان طب لو تروح من نيزا سيبتم تبقى اسمها ايه لونج سفينو بلاتان او ميدا نيزا برينج تاني مش حاجه انا عارف ان الاسبوع اخر ده نيزا سيبت وده لا تقول ده نوت وده سفينو بلاتان جنج الفص تلقى بلاتان فص هنا فيها جنج اسمها سفينو بلاتان جنج هيطلع منها فرنش بتاعت الفتحه اسمها سينو بلاتان فورم اسمها نيزا فرينج في برانش ده اللي نزل سيبت وده لا تورود دانوت اللي عديت في كده اول ما تعدي تنتهي في ده تورود دانوت وبعدها توصل لمين ده لورود دانوت اللي هو نزل سيبت مين تبقى شورت ومين تبقى لونج لما كده قالوا الليتر اللي تبقى شورت والميد ده تبقى مين ولا لونج مش محتاجه في لاتر ايه يا جماعه نزل برانشز وميد ده نزل بس اللاتر تاخد لقب اسمها شورت سينو بلاتان والميديا تاخد لقب اسمه لونج سينو بلاتان اسال سؤال الحته دي تبقى مين اللي يقدر يقولها يبقى معاه القصه ايه ده بقى لفوق بار بوستر سوبير بار اللاتا نيزر برانشز اللي هي الشورت تخش النوت سبلاي بوستر سوبير بار بتاع نيزر اللاتا اورك ذا نوت اما اللونج نيزر برانش اللي هي ميد اللونج سينو بلاتاين هتخش الوقت النيزر سيبتا بسبلاي بوستر بار بتاع الميكوزا بتاعها يبقى عايز اسال سؤال الناس الصافيه اسماء ما حدش بص في كتابه اسماء النيزر برانش تعالوا نقول حاجه للغلابه الجانجلو اسمها سفينو بلاتان جانجلو اللي عايز الحربين هيوديه نار الجانجلو هنا موجوده في الفصه اسمها تيرجو بلاتان قدامها اوربت بعتت له اوربت تابلت عن طريق فيشر اسمه امبير اوربت تابلت وراها نيزو فرنج بعتت له فرنج برينج عن طريق كانال اسمها بلاتو فاجان الاوربت فومر تحتها بلد بعتت لها مين؟ جريتا بلاتان وليسا بلاتان ميديا لها نوز بعتت لها برينج اسمها نيزر برينج ونيزل برانش دي مجموعتين مجموعه ايه مجموعه يبقى على مجموعه شورت ولونج او لا تاميد مين اللاترال شورت ليه انا حصه كده والنوت ده بقى تخش تصدي على طول طب ومين الميديا على اللونج تخش توصل لاني سيبتر نيزل سيبتر اللي راح نيزل سيبتر تدي البوسيقى بتاع الجزء بتاع
اما راح لا ترونوس استقبلت مين فوسوس سوبير بارتابلاي مين فوسوس سوبير محطة سرحان هنا ده كلام واحد من الميديا برانشز اسمه نيزو بارتان واحد من الميديا برانشز اسمه مين نيزو بارتان نيزو بارتان ده يعمل ايه بقى اللي هيسرح ربنا يحرق يطلع من الجنجل ويعدي فلسطين وبارتان فورم يوصل لنيزر سبت الكتاب ده كانه نيزر سبت هنا في لا تورو ذا نوت لا تورو ذا نوت ده دخل كده وده دخل كده ده يخش يوصل للنزل سبتة وده يخش يوصل للنزل ده ينزل على جنب النزل سبتة وده نزل جنب النزل سبتة السبلاين ميكوزا بتاع اللور بس بتاع النزل سبتة والميوكس ممبرين بتاع الفلور ذا نوت ويعد فصة اسمها انسايس فصة فاكين هنا كان في فصة قدام اسمها انسايس انسايس فصة دي موصلة من تحت لفوق ينزلوا فيها من فوق لتحت ويخرجوا السبلاين انتير بارت بتاع ميكوزا بارت بلد البرانش اسمه نيزو بالاتاين اسمه ايه؟ نيزو بالاتاين اللي اقول ده تسكيه بس وباقيه ما اسمعوش بتشرح جثة من تحت لقيت نيرف طالع لك من هنا اسمه النيرف اللي طالع ده سميته نيزو بالاتاين النيزو بالاتاين النيرف دوت انت شفت طالع فيه انت جاي منين؟ انا جاي من نوز انا نيزو بالاتاين نيرف كنت ماشي على النيزو سبت طلعت جوه لقيته جاي على النيزو سبت طلعت بيه فوق 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 لقيت داخل جزء من فتحه اسمها سفينو بالاتاين جبت اصله جاي من فصه اسمها سينو ترجو بارتان فوستر اللي كان سينو بارتان جاي عايز اسال سؤال نيزو بارتان ماشي ازاي تاني نيزو بارتان نور ده واحد الميديا جروب هيخش نوز من الفتحه اللي على اسمها سينو بارتان فور الفتحه اللي اسمها سينو بارتان فور الفتحه اللي اسمها سينو بارتان فور اللي بتوصل الفصه من نوز الفتحه اسمها اللي كل لما بندخه بقى قلم كده ده كانت بتبان جوه هنا كده اسمها سينو بارتان فور ده يخش بسينو بارتان يوصل لغايه الحاجز اللي اسمه الحاجز ده واحد يمين واحد شمال يدسند على جانبي نزل سبت لغايه تحت فلور اوف ذا نود صبايا نزل سبت كله فلور اوف ذا نود ويعد من فوق لتحت من الفص دي اللي اسمها سلة يبقى لما اجي اخر السنه اخر السنه احط اوكا بريد في الانسايس الفصه كده اقول لك مين دي دول انسايس الفصه مين الحاجات اللي بتعدي دي اخر سنه اربع حاجات تو ارتريس وتو نيرفس مين الارتريس والنيرفس؟ جرينجا بارتان يمين وشمال طالعين ونيزو بارتان نيرفس يمين وشمال نازلين مش كامله يبقى جرينجا بارتان طالعين ونيزو بارتان نيرفس نازلين حسيت انك بتفهموا الفصه اسمها انسايس وطالع منها نيرف اسمه نيزو بارتان يا ريت ان الجزء بتاع الانتيو بارت بتاع اي بلد هارد بلد لو رفضت في دي ذات كنت هتشرح تجاوبه الفصه دي اسمها ايه؟ جنج اسمها نيرف سينو بارتان جنج عايزين اسماء برانشات نص التابلت Orbital branch, not orbital brios. Orbital branch, orbital brios. Orbital branch, orbital brios. Pharyngeal branch, nasal branch, the tube that opens the mouth, the chest tube, the stomach tube. Adin palatine branch. Greater palatine, greater palatine. Greater palatine, the heart valve, the stop, the supply that works the nose, the nostril part. أما بالنسبة للسا بالاتاين هتنزل تروح للجيتا بالاتاين طب للسا بالاتاين فرامي صفلاي سوست بلد واللي تحت بالاتاين كونسل صفلاي ايه كمان طب عندنا في برينش اللي نوت اسمها نيزا برينش مجموعة ميديال مجموعة لات اللاتا نيزا برينش صفلاي بوست سوبير بارك بتاع لاتا ورد نوت ممكن اسمها شورت سينو بالاتاين أما اللونج سينو بالاتاين اللي هي ميديال جروب الصفلاي سوبير بارك بتاع نيزا سيرت منهم واحد اسمه نيزو بالاتاين هينزل على نيزا سيرت صبلاي ايه؟ صبلاي فلور اوف ذا نود بعد الانسايس بوست اطلع منها صبلاي كتير بارت بتاع هارد بلد اسمه نيزو بالاتاين اسمه ايه؟ نيزو بالاتاين بعد اسمها الاربعه بريد اسمها بلور شارب اوربيتال برينش اوربيتال برينش اوربيتال برينش ارم فرينجيال برينش فرينجيال برينش ارم جريتا بالاتاين وليسا بالاتاين ارم نيزل برينش لاتر نيزل ومين ده نيزل مين الاقصر لاتر شورت سينو بالاتاي مين الاطول ميدل لونج سينو بالاتاي اللي منهم واحد اسمه نيزو بالاتاي منهم واحد اسمه نيزو بالاتاي منهم واحد اسمه نيزو بالاتاي الناس اللي صح لوجود الدكتور فاطمه في الدرس النرف ده فاطمه جريتا سوبرفيشال بترول ده في بارس مسافه فايبر وتست فايبر تست فايبر تبع الفيشال نرف فاكرين كل ده تمبرايت كان في تيست فايبر من الجيل سيرد اوف ذا تانجل اوف كيرف هنا بقى لما تاخدوا هيستولوجي السوفت بلد والهارد بلد هنبقى اكسسوري تيست بادز يبقى تيست بادز مش هتعمل بس تيست بادز موجود منها على البلد في دكاتره في الشفا وكده تقول تيست بادز فيه على البلد ولا مفيش؟ تقول له فيه بس لما في الاستولوجي تاخدوا الاستولوجي بتاعه طب مين مسؤول التيست سنسيشن بتاعنا؟ هو جريتر ولسه بارتاين يبقى جريت اقول لك بارتاين نيرفس اللي جاب السكين بارتاين جانجليون اللي راحت هنا وهنا
النيرفز دي نازله مع بعض التست فايبر تجيب تست سنسيشن منين لما كده. يعني انا عايز اقول ان جليتشر سوبرفيشال كنترولر ده هل بيور باراسمبثاتيك ولا في سب تست فايبر ده كورد تمبرايد بالظبط ما شاء الله. ده الكلام ده مش شطار بس يبقى بالتالي جليتشر سوبرفيشال كنترولر ده مش بيور باراسمبثاتيك ده باراسمبثاتيك والسم فايبر تبع الاسس سؤال صعب جدا. قلنا انوار فايبر كورد تمبرايد ففي نرفز كورده الزمراي كان كورده الزمراي ده بيمشي مع مين؟ مع مين؟ وقلنا كورده الزمراي ده نوعين فايبر تيست من الانتيك سيرفو كاتلانج وبارز الباثيك تو كانس اللي هم مين؟ صفر الانتيك نرفز خفيفه. مش قلنا الكلام ده ولا لا؟ قالوا لنا ليه ما قالوش ولا ما قالوش؟ ما قالوش بقى المشكله. انا ولاد طالب كليه الطب اللي ما بيذاكرش مره صفر طالب كليه الطب اللي ما بيذاكرش حمار 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 ودانه طويله وهي دانه طويله عامل كده 88 2 8 كده حمار بلا ضمير ربنا يقرأه بالجاز. مش كده لا الا لو ليه عذر طبعا مش كده لا لو عنده عذر عنده عذر حد عيان حد تعبان ظروفه صعبه في البيت النور بيقطع عندهم بيذاكر في الجامع الظروف زي كده ما بيشحتوا من الجيران بيذاكروا عند الجيران الجيران بيطردوهم كل الظروف دي كل دي متاحه الصراحه يبقى هو مش حمار. طالب طب عنده مكان ينام عليه بالليل وما بيذاكرش حمار حمار. طب كليه مالهاش قيمه كليه مفيش حد زيها كليه ما فيهاش انت في كليه بعدها كليه اسمها دي 100 درجه بتاعتك مش كده لا يعني انت لازم تبص للناس السطر الارضي من فوق بس الظروف زيهم انت حاجه والناس كلها حاجه ثانيه انت مش فاهم نفسك. الناس بتتكلم عليك من ظهرك كلام يفوق الوصف يعني تقول لك شوف نط بتتكلم معاه زي كده ده طالب محترم جدا ما ينفعش طالب ما تجيبش كمبيوتر ما ينفعش مش كده لا واحد كان عذر اللي هو بيجد نفسه عشان يقعد يلعب ويجد له عذر عشان يلعب. انا ولاد انا ولاد عندنا ما ينفعش طالب الطب ما تجيبش ما ينفعش بجد يعني كل يوم لما بابا يدفع المصروف اللي نزلك بيه في البيت الصبح انت هتروح تتحاسب يوم القيامه بيه اللي انت بتاخده من بابا الصبح ده انت يوم القيامه هتقف قدام ربنا فلوسك دي انت خدتها ليه وضيعتها فين؟ هتقف تتعلم وضيعتها ما تذاكرش بس طبعا ما عندوش ضمير. انا ولاد اللي عندنا بقى ولاد جنك ما سبيل بردان جنان عندنا في حاجه اسمها نيرف صلايه بتاعت الجنان صفحه عندنا ال بيوصل قرر ربنا حد من الجامعة على وقته اللي بيضيعه. العضلة دي يا ولاد اسمها ماجزيليا. والفصة دي اسمها ترجم على كام فصة؟ وده أورج. في جلاند